الذكاء الاصطناعي. سخرت وزارة تنمية المجتمع تقنيات الذكاء الاصطناعي لإسعاد متعامليها من خلال تطبيقات للخدمات الخاصة بها مثل تشات بوت، وقد وفرت التطبيقات قنوات تواصل سهلة للمستخدمين من حيث تلبية استفساراتهم وتقديم طلباتهم على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. هذا الاستخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي يساعد بالطبع على زيادة الإنتاجية وتحقيق الغاية من اعتماده، ألا وهي إسعاد المتعاملين. تقوم الوزارة بدمج أنظمتها بنظام إدارة علاقة المتعاملين الموحد، مرتكز على تقنية بلوكتشين والذكاء الاصطناعي المبنية على قاعدة البيانات الضخمة، وذلك لتسهيل العمل والتواصل بين الموظف والمستفيد. كما يتيح النظام التكامل مع الأنظمة الحكومية بصورة أفضل،